مبروك عليكم المكان وحمامات السباحه وكل المجتمع والاسره اللي هنا. يعني اللي بيهمنا شكل التحضر اللي بتطيحه الدوله المصريه وفخامه الرئيس واهتمامه سواء بالاسره او بالشباب او بيكم كلكم، فاحنا موجودين ناقلين لهذا الاهتمام. كام سنة ورا كده ما كناش قاعدين القعدة دي في المكان ده شكلا، متفقين ولا مش متفقين؟ سامع متفقين ولا مش متفقين؟ ايه مجلس الإدارة؟ طيب ولا حمام السباحة؟ لا كلنا ازاي؟ ولا حمام السباحة ان هو يكون مكتشف ملاك شباب مصر أو الملاعب وقالتها ازاي ان احنا نكون موجودين، لكن مفيش بدايه من طرف واحد، البدايه كلها من اطراف احنا طرف فيها والشباب والمجتمع كله، علشان نبني بلدنا لافضل مستوى وافضل مكان ومكانه. هي الانشاء والثقافه، الفكر والثقافه، التعليم والثقافه، كل دي حاجات احنا محتاجينها. النقاش وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحاً أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس، أدى إلى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوى الدولي والقاري. لا أنا بجد مركز الشباب في أبو كبير بيمثل قلعة حقيقية لتربية البنات والأولاد والشباب في كافة نواحي الرياضة، وإذا كنا بنتكلم عن تنمية بشرية حقيقية ففي الصحة مهمة جدا،
التعليم مهم جدا بالإضافة إلى موضوع الرياضة. فالحمد لله كل سنة عن سنة بيحصل تقدم في مركز الشباب أو في نادي أبو كبير، وده يمثل إضافة حقيقية لإن إحنا جايين شايفين الولاد هما بيتمرنوا كورة، وشايفين هما بيلعبوا وهما كله رياضة وكله كده. الجزء الرياضي للبني آدم بيضيف له إضافات كبيرة جدا، منها التعاون، العمل الجماعي، كذلك معرفة الآخرين. الكلام ده مهم جدا للنشأ. الولد لما بيطلع واحد رياضي بتحس ان هو قيمة مضافة جامدة جدا، ويقدر يتعاون مع الناس. فالنهاردة كمان بالإضافة إلى عمل حمام السباحة، وهو يعتبر كان حلم كبير جدا من قبل كده وتم إنشاؤه، والنهاردة وزير الشباب والرياضة مع المحافظ وإحنا موجودين في استقبالهم لافتتاح هذا الحمام، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الاجتماعية الأخرى. وبالتالي كل ما نحافظ على مركز شباب أبو كبير ونادي أبو كبير، كل ما بنضيف لولادنا وشبابنا في المستقبل. الحق يقال وإحنا في الظروف الصعبة اللي بيمر فيها المنطقة كلها والعالم كله، والظروف لم نشهدها من قبل سواء في السودان، سواء في لبنان، سواء في غزة، سواء في ليبيا، سواء في اليمن، سواء لم يحدث مثل هذه الظروف. فكل اللي انا بطلبه ان كل بني ادم يراعي ربنا في نفسه وفي الاخرين، وبالتالي كلنا لما نعتني، كل واحد يعتني بنفسه ويعتني بالعمل اللي هو بيعمله، هنستطيع ان نتحمل هذه التحديات، وفي نفس الوقت نكون بصورة اوضح واحسن لكل المجتمع. وبناء الدول يعتمد على بناء الانسان اساسا، مش الموضوع احنا لما بنعمل حمام السباحة وبيتكلف التكلفة الكبيرة اللي هنا دي، او اي ملاعب زي ما انتوا شايفينها، ده كلها اساس لبناء الانسان. فبعد ما تكون التكوين التعليمي والتكوين الاجتماعي والتكوين الرياضي لكل بني ادم فينا، يجب ان احنا نهتم بما نقوم به من عمل. الترزي يبقى يعتني بشغله، الحلاق يعتني بشغله، الجزار يعتني بشغله، الفلاح يعتني بشغله، كل بني آدم، التاجر يعتني بشغله. لو كل بني آدم اعتنى وحسن 10% بس من مستوى الأداء اللي بيعمله، احنا كلنا هنتقدم إن شاء الله. فبنقول لهم، ودايما الكوبرية عظام، وفي نفس الوقت كلهم شطار وقادرين على الأداء المتميز. فبنقول إن شاء الله مثل هذه الافتتاحات العظيمة تكون إضافة لأهلنا في أبو كبير، وأهلنا في أبو كبير يستطيعوا أن يضيفوا لكل المنطقة إضافة جيدة. وكل سنة وانتم طيبين.